عشان العرض هيطلع انا في ناس تعبت جدا عشان العرض هيطلع بصراحه. احنا فرقه بقالنا تقريبا سنه ونص. لما سمعت عندنا الدكتوره زينب العسال قالت تعالوا اشتغلوا معايا وخدوا شريحه. فانا شكري خاص للدكتوره زينب العسال. والعرض من تاليف واشعار استاذي ايمن النم. الحان وتوزيع ايهاب حمدي. استعراضات احمد الدله. ديكور الفنان حسن حامد. مترجمة إشارة فاطمة. مترجم إشارة الأستاذ محمد عبد الله. مخرج منفذ إصرار الشريف. ساعد في الإخراج حنان النحراوي. شكر خاص للأستاذة إيمان شاور. وتحية خاصة من الفرقة وشكر خاص من فرقة عيون تسمع وأصابع تكلم لأستاذ المخرج أحمد طه. شكرا يا رب. شكرا. كل سنة وانتم طيبين. نرجو أن نكون قد أسعدناك. شكرا. شكرا. أنا هنقطع العروسة بقى.